كنترول اوف تستوستيرون سيكريشن. برضو عايز نبدا من الايه، من الامبريو. الامبريونيك تيستس دي كانت بتشتغل وتطلع تستوستيرون اندر افكت اوف هرمون طالع من حته البلاسينتا كده، حته اسمها سينسيتيو تروفوبلاست. الهرمون ده اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروبين، هنتكلم عليه بالتفصيل. هرمون مهم جدا، لكن عمال اجيب سيرته كل شويه عشان نعرف انه مهم. فاول حاجه عملها لنا دلوقتي شايفينها كده، انه بيشغل الامبريونيك تيستس عشان تفرز تستوستيرون. طبعا له اعمال تانية مهمه جدا، مش هي دي بس يعني. مش عاوز احد يقول له الاكشن اوف الاتش سي جي يقول لي بس عشان التستوستيرون من الامبريونيك تيستس، لا له اكشن تاني مهم قوي. ماشي. ان ادلز طبعا اللي بيتحكم طبعا في التستوستيرون اللي هم الجي تي اتش جونادوتروبيك هرمونز. مين هم؟ اف اس اتش وايه؟ وال اتش. طبعا هنشوفهم دلوقتي اللي طالعين من الانتيرو بيتويتري طبعا. وطبعا هم نفسهم اندر افكت اوف مين؟ ها؟ جونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي طالع من الهايبو ثالامس، هنتكلم عليهم تفصيلا اهو. والعلاقات هنا كلها فيدباك ايه؟ ميكانيزم، هنشوف في الصوره دلوقتي. وطبعا كون بقى ان الهايبوثالامس داخل في الموضوع، يبقى افراز التستوستيرون ده بيتعرض لتغيرات نتيجه لايه؟ ستريس كونديشنز واموشنز، وايضا له دايورنال ريزم، يعني لو قلنا هو بيتغير في اثناء ال 24 ساعه. في البيوبرتي اللي هو بيزيد قوي بالليل ويقل الصبح، في العادي خالص بعد كده بقى بيزيد الايه؟ الصبح ويقل بالليل. ماشي. فجينا بقى نشوف الصورة دي اهي، شوف العلاقة دي. ادي الهايبوثالامس وادي الجوناتروفين ريليزنج هرمون اهو طالع اهو، وراح على البيتويتري اللي هي بتطلع مين؟ جوناتروفيك هرمون ال اتش وايه واف اس اتش. اف اس اتش رايح على مين؟ ها؟ مين دي؟ السيرتوري سيلز. وال اتش رايح على مين؟ على الليدك سيلز. طيب السيرتوري سيلز بتطلع ايه؟ انهبين اهو، اللي بيعمل انهبيشن اهو، بتطلع استروجين خفيف برضه قلنا كمان. ماشي. طيب والال اتش بيعمل ايه؟ بيطلع الليدك سيلز اللي هي انترستيشيال سيلز دي عشان تطلع ايه؟ الاندروجينيك وانابوليك افكت، يقصد اللي هو تستوستيرون يعني. وتستوستيرون برضه له لما يزيد يعمل ايه؟ فيدباك انهبيشن لخروج الال اتش والجوناتروبيك ريليزنج هرمون ايضا. طبعا كل هذه الريليشنز بلاد ستريم، مش في قنوات كده ماشي فيها. خدوا بالكم في طلبه كده هبله فاكر ان ده هنا في قناه، لا كل ده عن طريق بلاد، يعني هنا في بورتال لايك سيركوليشن اللي بين الهايبوثالامس والبيتويتري، والبيتويتري دخل هرمون بتاعه في ذا بلاد، وبرده التستس يدخل هرمون ان ذا بلاد ويصل الى الايه. فكلها هنا ادي الافكت بتاعنا الكنترول بتاعها بالهرمونز اللي هي، واخد بالك؟ يفضل بس حته هنا صغيره مهمه جدا اللي هي غريبه شويه. شايف انت ده ايه؟ ها؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ايه دي بقى؟ يعني التستوستيرون رايح لمين؟ للسيرتوري سيلز. مش كده ولا ايه؟ طب ليه؟ ايه يعني ها؟ ايه الاهميه؟ التستوستيرون ده رايح للسيرتوري سيلز. هو بس عاوز يوري لك هنا ان هذه السيرتوري سيلز عشان تعمل استروجين، شويه الاستروجين دول لازم يجي لها تستوستيرون. دي واحده. تمام. وبعدين سيرتوري سيلز ما تنساش انها بتفرز الاندروجين بايندنج ايه؟ بروتين. يعني يجي لها الاندروجين من هنا وكمان برضو من الليدك سيلز كده، عشان ايه؟ واخد بالك؟ يفضل نسبه الاندروجين كتيره هنا اهو في التستس، واخد بال حضرتك؟ عشان عمليه السبرمات وايه؟ جينيسيس. يبقى ده السر في الايه؟ في التوصيله دي. التستوستيرون برضو من البلاد هو راح وشغل السيرتوري سيلز عشان تعمل استروجين. وطبعا لما يزيد عن حده يعمل ايه؟ فيدباك انهبيشن. طبعا انتوا عارفين الخط المنقرش ده اللي هو يعمل انهبيشن، لكن السوليد لاين يعني ستيموليشن. فده الكنترول اوف تستيكولار سيكريشن، ما فيهوش اي كلام يعني. ادي بالكلمتين اللي تحت، وال اتش تروبيك للانترستيشال سيلز طبعا، والاف اس اتش تروبيك للسيرتوري ايه سيلز. مفيش كلمتين، استيميليشن للسيجريشن وانهبين واستروجين. وطبعا
and the hormonal blood level control the activity of pituitary hypothalamic axis by feedback A mechanism. الهاي كونسنتريشن يعمل انهبيشن وهكذا يعني ما فيهاش.